بونسوار يا احلى عالم، اليوم رح نعمل مع بعض سوب كتير هيلثي وطيبه. اذا بدكم تعملوها اكسترا يامي بس حطولها نقطه ليمون او عصره ليمون just like this. ترقبونا. منحط كبايه عدس مغسوله، جزرتين مفرومين، بصله كبيره مفرومه صغير، عرق كرافس او اكتر اذا بتكون، 3 روس بندورة كبار مقشرين ومفرومين كتير صغير. حطيت 4 كبايات مي، هلأ بتركن يغلو وبسكر طنجرة الضغط لمدة 5 دقايق. رح ضيف 2 توم بس ليعطوا طعمة طيبة. رح نضيف شوي بقدونس مفروم، ملح وبهار اسود، معكرونة بالعادة بتحطوها صدف، انا ححطها هيك للولاد، وبنتركها تقريبا 10 دقايق ليستوى. رح ضيف عليهم مي لانه حسيتها كتير جمدت. منزد لاخر شي من بعد ما خلصت زيت زيتون، وهيك بتكون خلصت اكلة كتير صحية. بون ابيتي.